أهداف استراتيجية سطرتها سوناطراك على المدين المتوسط والطويل تتماشى وبرنامج عمل الحكومة، أهداف يرجى منها رفع الإنتاج من جهة والتحضير للانتقال الطاقوي من جهة أخرى. أولا، تعبئة احتياطات جديدة من النفط والغاز. ثانيا، تطوير تقنيات استخلاص المحروقات من الحقول. ثالثا، التمكن التكنولوجي في استغلال مختلف قطاعات سلسلة المحروقات من الإنتاج إلى التسويق. رابعا، تطوير الصناعة التحويلية للمنتجات الخام للحصول على أكبر قيمة للمحروقات. ولضمان تطوير مشاريع البحث في مجال المحروقات، عملت سوناطراك على وضع شراكة علمية مع الجامعات الجزائرية تهدف بالأساس للاستفادة من مشاريع بحثية متطورة. قوم بتنظيم هذه البرامج بفرق بحث مختلطة متكونة من خبراء شركة سوناطراك وخبراء جامعيين باش نجاوبوا على مشاكل آنية، مشاكل عائقة للميدان العمل تاعنا. الانتقال الطاقوي سطره برنامج عمل الحكومة، لكن تحقيقه يتطلب تضافر جهود الفاعلين في مجال الطاقة مع نظرائهم في مجال البحث العلمي.